وحنا واحد العدد ديال الاستاذات اللي كان التعيين ديالنا في جهه سوسمه الصدرعه وبالضبط في نيابه تيزنيت. وهاد الاستاذات عندهم ما بين 19 سنه اقدميه عامه و16 سنه اقدميه عامه، يعني تعيننا. ومن بعد ملي جا التقسيم الجهوي تبعنا الافني، ومن بعد تبعنا جهه قلمي موادنون. وهذه التبعيه لقلمي موادنون حرمتنا من المشاركه في الحركات الجهويه والمحليه اللي معنيه بهم نيابه تيزنيت، وبالتالي هذا التشتت المهني ادى لتشتت اسري، باعتبار اننا احنا كلنا ساكنين ومستقرين في مدينه تيزنيت والابناء ديالنا في مدينه تيزنيت، وفينا عدد من الاستاذات اللي الازواج ديالهم خدامين في جهه سوسمه صدرعه وحنا يبقينا خارج الجهه. وفي اطار الحديث على انه ربما هذه الحركه الوطنيه من هنا لقدام يقدر انها ما تبقاش، اذا حنا تنتسالوا ما هو مصير هاد الاستاذات هادو اللي قضوا زهره العمر ديالهم في التعليم في الفيافي. حنا المطالب ديالنا وهي اننا نرجعوا للجهه ديالنا اللي هي جهه سوسمه الصدرعه، ونرجعوا للنيابه ديالنا اللي هي نيابه تيزنيت، وتنطلبوا من الجهات المسؤوله انهم يلقاو لنا شي حل توافقي باش اننا نبقاو دائما نستافدوا من الحركات اللي غتكون معنيه بهم هاد النيابه اللي هي نيابه تيزنيت. كان لقاء بطبيعه الحال مع استاذات الضحايا ديال التقسيم، يعني كانوا تابعين للنيابه ديال المدير الاقليمي ديال زنيت، النيابه الاسم السابق نيابه الاقليمي ديال زنيت، ودابا تابعين المدير الاقليمي ديال سيدي فني. في الحقيقه الملف اللي هو عادل ومشروع عادل، اللي سبب وحيد ان الاستاذات لحقهم حيف اجور فهاد تعيين اجباري والقصري. لذلك حنا غادي نبذلوا قصارى جهود ديالنا ان شاء الله على اساس مركزيه بطبيعه الحال، على اساس اننا هذا الملف يتعالج ان شاء الله بشكل نهائي. لان في الحقيقه الاستاذات ملي كتسمع استاذات عندها الاقدميه ما بين 16 سنه حتى 19 سنه، وفي الاحيان كثيره كاين اكثر من 19 سنه، هذا ممكن الا يكون حيف في حق هاد الزميلات ديالنا في المهنه اللي كيقطعوا ازيد من 100 كيلومتر يوميا. استقرار اسري ما كاينش، استقرار اجتماعي ما كاينش، التنقلات بشكل يومي من تيزنيت لسيدي فني، العطاء بطبيعه الحال والمردود يكون الا يكون اقل من المطلوب. لذلك فاحنا في لقاءاتنا مع الوزاره ممكن الا ندفعوا هذا الملف بكل ما اوتينا من قوه حتى تنصف هذه الفئه هذه اللي تضررت كثيرا من التقسيم اللي تفرض عليهم، ماشي هما اللي اختاروا انهم يجوا سيدي فني، ولكن تفرض عليهم انهم كانوا تابعين في السابق وتعينوا سابقا في سيدي في زنيت، وبعد بين عشيه وضحاها كيلقاو دواتهم في سيدي فني مجبرات.